مساء الخير. لنتفق على ما اتفقنا عليه منذ البداية، نحن بلد ديمقراطي والديمقراطية وضعت السياسي على الكرسي، هكذا يقول الدستور، نفسه الدستور الذي يكفل الحريات الأساسية جميعا. البعض ممن تسلق الديمقراطية تسول له نفسه قتلها بضرب المتظاهرين تارة وبغمق حقوقهم المشروعة تارة أخرى، وأحيانا بالقتل والترويع والاغتيال والتصفية. لهذا كان لابد أن تحذر المرجعية الدينية من العنف السياسي. في صلاح الدين 600 مشروع فاشل صرفت لإنجازها ملايين الدولارات، وفي بغداد سرقة في وضح النهار، ليس فقط سرقة المنازل في الأحياء السكنية، إنها سرقة داخل قبة البرلمان تماما. هذا ما حصل مع النائب فرات التميمي الذي تساءل مستغربا متعجبا كيف أسرق في البرلمان، وهل يعقل أن البرلمان لا يحوي كاميرات مراقبة، والآن أبسط المحال التجارية والمنازل مزودة بها. على كل يا أخي العراقي لا تهتم لكل هذا، والبس ملابس الإحرام وذب الدشداشة والقاط وروح للعمرة بالأقساط. حذرت المرجعية الدينية العليا من العنف السياسي، وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي أن هناك العديد من أنواع العنف السياسي ومن لتحقيق أهداف سياسية كقتل الخصوم وتهديدهم والطعن في سيرتهم بأساليب شتى، وتشكل هذه الممارسة خطرا على المنظومة الاجتماعية. قال النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي أن محتوياته تعرضت للسرقة داخل البرلمان، وطالب رئاسة المجلس بالمحافظة على الممتلكات الخاصة بالنواب. السيد رئيس المجلس، احنا كنواب جالسين في هذه الاماكن دا نترك وثائق، يعني قضايا تتعلق بينا، يعني انا مثلا تارك نسخة من النظام الداخلي والدستور ونسخة من الموازنة ونسخة من البرنامج الحكومي، مدى نلقاها في اماكننا سيد رئيس المجلس؟ اكو كاميرات ويحتاج انه الاخ مسؤول القاعة يدقق شنو هاي وثائق احنا نتركها هنا في مكاننا سيد رئيس المجلس. نتمنى من حضرتك انه توجه الدائره البرلمانيه او الاخوه المشرفين على القاعه انه الحفاظ على المحتويات او المستمسكات اللي نتركها في اماكننا. شكرا جزيلا. أفاد مصدر أمني بقيام مسلحين مجهولين بعملية سلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل ضمن منطقة الثعالبة شمالي بغداد. من جهة أخرى احتجز مسلحون أفراد عائلة داخل منزل بمنطقة الشعب تحت تهديد السلاح وسرقة أموال ومصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. الغريب أن حوادث السطو على المنازل باتت تتكرر يوم الجمعة، ويربط مراقبون ذلك بالوقت الذي يتوجه فيه معظم رجال المنزل لأداء صلاة الجمعة وخلو الشوارع. الوزارات الشاغرة، أمل بعيد وصراع قريب. ليس غريبا استخدام لغة الجسد للتعبير، وهذا مباح اجتماعيا للراقصة والسياسي على حد سواء، وكلها سياسة بتعبيرها المحدود ومفهومها العام. لكن لغة الجسد تعدت مفهوم الرقص السياسي هذه المرة للاشتباك بالأيدي مع الصراخ داخل البرلمان تارة وضرب المتظاهرين والصحفيين تارة أخرى. نعم إنها لغة جسد، لكنها لغة العنف وإفلاس الحوار. هذا الحوار الذي بدأ قلقا بعيد الانتخابات وتطور إلى المماطلة والتسويف بعدها، مر بمرحلة التسقيط والضرب تحت الحزام والجيوش الإلكترونية وتزوير الانتخابات ودفع الرشا وشراء الذمم طريقا للمناصب. المدة الدستورية انقضت، ورياح الخلاف تقود العراق إلى اللا إلى اللا أين. فهل من مجيب؟ نريد إجابة صريحة مريحة عاقلة، لا حركات هستيرية واشتباك بالأيدي وعنف داخل البرلمان وفي خارجه، ولا نريد حتى أن نسمع صراخا لأن الصوت العالي لن يزيد المواقف إلا ضعفا.
حول القضية السياسية وتشكيل الحكومة وإكمال تشكيل الكابينة الوزارية، كان من المفترض أن يكون معنا هنا في الاستوديو المفكر والكاتب العراقي السيد غالب الشابندر، لكنه اعتذر قبل دقائق عن الحضور بسبب ظرف طارئ. العنف يتحول إلى ظاهرة تستهدف المتظاهرين والصحفيين في البصرة. في صلاح الدين 600 مشروع خدمي تفوح منها رائحة الفشل والفساد. اليوم راح نتحدث عن الانحلال. نعم الانحلال، لكن ليس الانحلال عامة حتى لا يتصورها أحد شتيمة. نحن نتحدث عن حالات شيزوفرينيا هستيرية فردية وجماعية مقترنة بمسؤولين بالدولة يطلق عليها علماء الاختصاص في علم النفس الإداري الانحلال التنفيذي في المستوى التطبيقي. وبلا فلسفة، وهاي المفردات والعبارات صعبة الفهم. الحديث عن البصرة، لما يفلس المسؤول عن تقديم أي إجابة بلسانه أو بعمله فإنه ينهار في منحدر عدم السيطرة، وهذا وحده يفسر كيف قام محافظ البصرة بنفسه بملاحقة بعض المتظاهرين. في العالم المتحضر هكذا مسؤول بأي موقع يحجب عن المسؤولية مباشرة ولا يحال للتحقيق بل لطبيب نفسي باعتباره يعاني من عرض نفسي خطير يستحق التداخل لحمايته من نفسه أولا ولحماية المجتمع منه ثانيا. هذا الإجراء أصلا يتم اتخاذه حتى مع الآباء الذين يعنفون أبنائهم في بعض الدول المتقدمة. في البصرة لم يعد للمسؤولين وسيلة إقناع إلا ضرب وإهانة المتظاهرين ووسائل الإعلام والصحفيين ومواجهة الكاميرا بالبندقية. وين احنا عايشين وبيا عصر، وما هي الرسالة السلبية اللي نريد ننقلها لشعبنا؟ هكذا تصرفات من شأنها أصلا إفشال عمل الحكومة وخلق بلبلة ليس في البصرة وحدها بل في كل العراق. مواطن البصرة يقول ببساطة إنهم يكذبون علينا، ومن حقه يشعر بهكذا شعور لما يشوف الفساد واصل الهامات المسؤولين، ولما يشوف المطالب في جيوب المساومين، ولما يشوف وعود التعيين بشركات النفط ذهبت للبنغاليين ببركة شركات المتعهدين والمقاولين، فأكيد من حقه يحتج. لكن ضرب المتظاهرين يرجعنا لأدوار الاستبداد والقمع، وهذا أخطر من فشل المشاريع نفسها، لأن المواطن في البداية سلبت أمواله والآن تسلب حريته وتنتهك كرامته. بعد الفاصل من المفترض أن يكون معنا السيد حامد حافظ الناشط المدني من البصرة. لم يجهز حتى الآن الاتصال مع السيد حامد حافظ الناشط المدني من البصرة. نعود إلى البصرة لكن بعد أن نذهب إلى صلاح الدين. قل اليأس إذا قلت صلاح الدين، ونقصد اليأس من إنجاز 600 مشروع خدمي كبير. 600، الرقم مخيف أكيد مو هيك، لكن هاي حقيقة. بل وأكثر من ذلك، في صلاح الدين بالضبط 598 مشروع كبير ومشروعين متوسطات الحجم متوقفة. ومن الفساد إلى التبديد وخلل الجباية والأزمة الأمنية، ونقول يا قلب لا تحزن، والضيم كل الضيم على رأس أهل صلاح الدين المساكين. نعطيكم أمثلة لا حصرية على ما نقول. في صلاح الدين لم يتم تصفية سلف 179 مشروع، بمعنى أن هذه المشاريع سحبت أموالها ولم تنفذ على الأرض. غريب لكن أكو الأغرب، في صلاح الدين لا تتم محاسبة معظم المقاولين الذين لا ينجزون مشاريعهم ولا يتم تضمين قضايا جزائية بحقهم، وهذا كلف المحافظة من المعدود فقط وليس كل المرصود من أموالها 2 تريليون دينار والحبل على الجرار. لا أشو أكو بعد أكبر وأغرب وأعجب، في صلاح الدين صرف مبلغ 140 مليون دولار، 140 مليون دولار لإنشاء 4 مستشفيات فقط. مال مهدور ومشاريع لم ترى النور. كافي لو نحكي بعد، اكو بعد الناس في بلد ودي جي الميت عطش وما يدرون انه تم صرف مبلغ 97 مليار دينار لانشاء محطتي تحليه ماء لهم، لكن على الورق فقط. من اغرب الغرائب انه يتم صرف كل دفعات مشاريع نسبه انجازها 0%، وهي حقيقه. راجعوا سجلات مشاريع المحافظه لو حابين تتاكدون، وصبروا علينا شويه لما هو أعظم.
محافظة صلاح الدين قامت بالتعاقد لشراء آليات تخصصية لمشاريع الماء والكهرباء قيمتها 28 مليار دينار، 6 مليارات من عندها ذهبت مباشرة بدون أي فحص عقود أو عهود لحساب إحدى الشركات اللي تربطها علاقات مع مسؤولي بالمحافظة. هناك مشروع آخر، إنشاء دور في منطقة العلم. روح شوف العلم إذا بيها دار واحد من هاي الدور. بالتأكيد لا، لأن المشروع كله برمته وهمي ونسبة إنجازه صفر. أما أموال البترودولار ففضيحتها فضيحة، 329 مشروع بقيمة تريليون دينار تبخرت. معظم هذه المشاريع هي بناء مدارس، وهذا يفسر ليش بكل صف بصلاح الدين 70 طالب، وبعض المدارس تدرس الطلبة في الخيام مثل هاي المسلسلات البدوية. عموما لو نريد نتكلم على الفساد بصلاح الدين فسالفتنا ما تخلص، كبيرة وتطول. والله يعينكم، بس هذا الأقولة على ما بلاكم يا أهلنا بصلاح الدين. معنا هنا في الاستوديو حول ما جاء وحول الوضع الأمني في صلاح الدين رئيس مجلس محافظة صلاح الدين السيد أحمد الكريم. سيد أحمد يا أهلا بك. سهلا. يا أهلا مرحبا، شكرا لحضورك. يا مش بيك علينا. الله بالخير. الله بالخير. الله يعينهم لو مو الله يعينهم. الله يعين أهلك. طبعا أكيد طبعا. مو أولاً. شنو هالبلاوي هاي؟ شنو هالفساد هذا؟ شنو هالأرقام هذه؟ طبعاً أنا أشكرك جداً على هاي المقدمة حقيقة اللي يجب أن يكون هنالك توضيح زين للرأي العام وللمواطن ولأبناء صلاح الدين. زين أنا يعني أكون معك في صراحة، أغلب المعلومات اللي قدمت في التقرير هي غير دقيقة. خليني أقول لك هاي مو معلوماتي. أني ما أمتلك هاي. لا خليني أصارحك وأصارح المشاهد. أني ما أمتلك هاي الشطارة. غير دقيقة. ولا الصحفي في العراق يمتلك حرية الوصول للمعلومة حتى نوصل إلى كل هذه المعلومات وكل هذه الأرقام. هذه أرقام هيئة النزاهة. تقرير أخير صادر عن هيئة النزاهة زودنا بهذا التقرير في هذا الأرقام. نعم. هاي الأرقام موجودة في هذا التقرير، تقرير حكومي رسمي. زين. نعم. أولا أنا أشكرك. طبعا أنت ذكرت عدة مشاريع وعدة أرقام. من بعض المشاريع وبعض الأرقام هي مشاريع استثمارية على الوزارات، والبعض منها على تنمية الأقاليم والبترودولار. هذا حجم المبلغ. أولا طبعا إذا كانت النزاهة وتقرير النزاهة لماذا لم تحاسب؟ أنا أقول هذا الكلام للرأي العام، لماذا لم تحاسب المقصر في هذا الملف اللي نحكي عن بعضها شوية حتى يكون الحديث واضح. اليوم الحديث عن 598 مشروع متلك لأسباب كثيرة، هي مو كلها فساد، منها قلة التخصيصات، عدم وجود هذه التخصيصات، ما يتعلق بالوضع الأمني، خروج بعض المناطق عن السيطرة بعد دخول داعش. لكن أكو 269 مشروع من بين تلك المشاريع تم فتح قضايا جزائية فيها. إذن 269 مشروع متوقف أو متلكئ بسبب الفساد. هاي تشمل مشاريع طاقة، مجمعات ماء، شبكات مجاري، إنشاء طرق، بناء مدارس، ملاعب، قاعات مناسبات. يعني الفساد في صلاح الدين يشمل كل شيء. شوف، هو هذا الملف هو ليس 269، 228 مشروع أو 222 مشروع، وشكلت لجنة ثلاثية، ونحن كمجلس محافظة جزء من هذه اللجنة، من هيئة النزاهة ومجلس المحافظة وديوان الرقابة المالية، الكشف على هذه المشاريع. زين. طبعا الأخبار أو التحقيق اللي صار، هل هذه المشاريع فعلا موجودة؟ هل هذه المشاريع فعلا نسب الإنجاز مطابقة إلى نسب الصرف؟ بعضها ما موجود. زين. حبر على الورق. لا، مشاريع وهمية هكذا قالت هيئة النزاهة. أتكلم شكلت اللجنة اللي اليوم صار أكثر من 7 أشهر أو 8 أشهر تشتغل، ليس من مسؤولين اللجنة، من اختصاص مهندسين هيئة النزاهة، محققين ديوان الرقابة المالية، مدققين. طلعت على هذه المشاريع 222 مشروع. كل مشروع طلعوا عليه كشف، يعاد كل جهة عد تقرير بهذا المشروع وتوقع عليه. سواء نحن كمجلس محافظة اختصاصنا شنو، انه نسب الإنجاز كمهندسين يعطون
هل هذه النسبة واصلة إلى 20% 30%؟ زين. وين تريد توصل؟ إنه هاي 222 مشروع مو لا. ما بيها فساد؟ لا ما ممتلك غير فاشل. وأنا ما أقدر أنكر ما أقدر أنكر سيد أحمد تقرير هيئة النزاهة. الفساد من تجي على مشاريع ما تلقاها على الأرض. المحافظة لم تقم بتصفية السلف المالية ل 179 مشروع. زين. هاي إجراءات إدارية. تم صرف مبالغ مالية مخصصة لبعض المشاريع على خلاف التعليمات وما ترتب على ذلك من هدر بتلك الأموال. اسمح لي شوية. مجال من فضلك. تم التعاقد على تجهيز آليات تخصصية لمديرية بلديات صلاح الدين بمبلغ 27.900. هذا قبل 2014. صح. موجود فيه موجود في محافظة صلاح الدين. تم تجهيز جزء منها وهدر بقيمة المبلغ لحسابهم الشخصي. هذا ما تقول لي هيئة النزاهة لحسابهم الشخصي، أنا أسأل من هم ذولا وش قد راح لحسابهم الشخصي؟ ليش محاسبتهم هيئة النزاهة؟ وين مجلس المحافظة؟ ليش ما هذا؟ شوف بقى هذا المواضيع المشاريع اللي عديتها. نجي مشروع الآليات، هذا من قبل 2014 في 27 مليار دينار عراقي. لا وليس فقط ب 27، اكو بعد مشاريع اخرى. لا واقع حال. زين. عقدت تعاقدت المحافظة على تجهيز الآليات، بعض منها دخل زين قبل داعش ورد، والبعض الآخر لم يدخل. انا ليس خوفي على المحافظة، والبعض منها حاولوا انه مدخليها بحجه وصولات وهميه وراحت على داعش، لكن كمحافظه وكمجلس رفض بهذا الشيء. انا اليوم انا اقول بعد داعش اليوم شنو اللي حكومه الاتحاديه انطتني اياه من اليات؟ خلف الله على صندوق البنك الدولي. ما نحكي الحكومه الاتحاديه شو اسمحلي احنا صرفنا 27 مليار. ما يخالف 27 مليار تم تجهيز جزء منها وهدر بقيمه المبلغ. خليني اوصل لك، مو اذا انت ما تخليني اوصل لك الفكره لا ما راح اجاوب. انا اريد تفهمني، هيئه النزاهه تقول راح لحسابهم الشخصي، من هم ذولا؟ من هم خلي تقول؟ ما اعرف، خليهم هم ذولا، مجلس المحافظه يعرف. خلي تقول رئيس مجلس، محافظ، نائب محافظ، معاون محافظ، مهندس، مدير دائره، غير توضح هيئه النزاهه. هذا الموضوع صح هنالك كان توقف في العمل، لكن اليوم بعد عودة تكريت وعودتنا إلى تكريت بدأت المحافظة بضغط نتيجة، أنا أقول لك نتيجة التحقيق والتدقيق اللي شكلت هاي اللجنة. اليوم آليات جهزت بمليارات، اليوم جهزت بغير هذا المبلغ. لا 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 لا, لا ما نتحدث عن هذا المبلغ 27 مليار. لا لهذا المشروع، على مشاريع قديمة، على مشاريع قديمة، وأكو مشاريع كلها قديمة جهزت اليوم، بلديات، دائرة المي، المجاري، الدوائر الدولة، الجميع جهزت اليوم بآليات ووصلت اليوم تجي إلى دوائر صلاح الدين تلقى بآليات. إحنا الآليات اللي وردتنا بعد داعش وبعد التحرير وعودتنا إلى هذا الشيء فقط وردتنا على عقود صندوق الإعمار على البنك الدولي، وهي التي لا تفي بالغرض لهذا الشيء. هذا الملف حقيقي. تريد ملفات وهمية؟ ها؟ ملفات وهميه، قل لي مشاريع وهميه، يقول لي خطر. اقول تم صرف مبلغ 5 مليارات و775 اليوم تحملني شوي لا وياك صريح الى احدى الشركات لانشاء طريق الدور علم، بالرغم من ان نسبه الانجاز كانت صفر. في صلاح الدين تم صرف مبلغ 140 مليون دولار لانشاء 4 مستشفيات. ما اولا هاي المستشفيات هذا مشروع. في بلد ود جيل تم صرف مبلغ 97 مليار لانشاء محطتي تحليه، لكن على الوقت مجاري لكن يعني 97 140 مليار ب 5 مليار، شنو هالاموال هاي المليارات اللي تتطافر؟ خليني اجاوبك وحده وحده. موضوع المستشفيات اولا مو يم صلاح الدين، يم وزاره الصحه. زين. احالت 4 مستشفيات، هي المسؤوله عن الاحاله والمبلغ والتعاقد. احنا رحنا عليها قلنا لها صفي العقد واحنا ننطي فلوس من موازنتنا نكمل هاي المستشفيات. قبلت زين. هذا ملف المستشفيات لينحسب على صلاح، هذا على وزاره الصحه. زين. وهي المقصره في وزاره بسبب الازمه الماليه، عدم وجود تخصيصات، بسبب انشغال البلد بالحرب، التعذر بهذا الشيء. مشروع الطريق دور العلم. لا هو ليس الدور العلم، وانما تكريت في الكتل العلم، خلينا نقول تطوير ومدخل. صح. صرف عليه مبلغ قبل داعش، جي داعش، الان اكو عمل به، اكو انجاز به، بدا المقاول ينفذ بعد ان تم الضغط عليه. من صرفنا المبلغ الاول بعمل لو بدون عمل؟ لا لا لو اكو نسبه انجاز بطيئه قليله وفلشها داعش، خربها داعش. ما خرب، احنا بعد اشتغلوا بتسويه الاراضي وتوسعه الاراضي وجت داعش، لكن الان اكو عمل، اكو هذا الشيء موجود. انتم عندكم مشكله ويا هيئه النزاهه، موجود المفروض تقعدون ويا هيئه النزاهه، لان هنا هيئه النزاهه تقول تم صرف المبلغ 5 مليار لاحدى الشركات بالرغم من ان نسبه الانجاز صفر. انا اقول لك موجود، والان الشركه المقاوله المنفذه بعد توجيه الانذارات من قبل المحافظه
بدأ العمل بموضوع المشروع وبدأت العمل في موضوع المجاري مال بلد والدجل. طبعا أنا أصحح لك المعلومة، ليس بلد والدجل فقط، وإنما راح أعد لك بلد، دجيل، تكريت، الدور، قضاء طوز، قضاء الشرقات، وبيجي كم قضاء؟ هاي كلها مشاريع مي؟ 7 أقضية كلها بيها مشاريع مي؟ هاي مشاريع مجاري، مجاري بنى تحتية مجاري ل7 أقضية في المحافظة. في بلد والدجيل الحديث أكبر. الحديث حديث هيئة النزاهة مو عن مشاريع المجاري، عن مشاريع لإنشاء 97 لإنشاء محطتي تحلية مياه. هيك ذاكرتي؟ لا ماكو حكي، هذا كلام هذا غير دقيق. هذا كلامهم، كلام هيئة النزاهة، كلام غير دقيق، غير دقيق. أنا مسؤول عليه، هاي مجاري إذا أحكي لك أنا. جيد. مجاري اليوم أنا عندي بنى، عندي مجاري وعندي محطات تحويل يسموها الثانوي اللي هي ترفع محطات المياه إلى محطة التصفية ومن ثم تصفيتها وتصريفها. هذه كلها متوقع على تنمية الأقاليم البترودولار. أنا اليوم من 2014-11 إلى هذه السنة فقط يلا صرفوا لي وزارة المالية مبالغ إلى أصرف إلى المشاريع. أموال البترودولار. ما عندي بترودولار، أنا بترودولار انقطع من 2014. أنا بترودولار يجيني من مصفى بيجي، شلون يجيني مصفى بيجي؟ تحدثنا هيئة النزاهة عن 329 مشروع بقيمتي تريليون دينار من أموال البترودولار، هاي الأموال تريليونين دينار صرفت وتبخرت، هذا الكلام على حد قول هيئة النزاهة. معظم المشاريع ل 329 مشروع لبناء مدارس، لم تبنى المدارس، تريليونين دينار راحت وتبخرت. مدارس موجودة عندي نسب إنجاز بها نسبة عالية، بعض منها صرف وبنسبة قليلة لأنه بسبب قلة المبالغ صرف إلى اللي عندهم صكوك واللي عندهم سلف لإكمالها. وعلى صار الاتفاق على 2019 راح تكون المدارس لها الأولوية لإنجازها، لأن أنا هسه أقول لك هسه أكو مدارس متوقفة على 60-70 مليون وتنجز يسلم المقاول، موجودة واقع حال على 60-70 مليون، يطلب صكها يطلب سلفتها تسلم، يسلم لا يروح يكمل يسلم المدرسة، موجودة وبكثرة وبأعداد هائلة. تقول لي ليش مدارس؟ أنا كنت المحافظة الأولى بالمدارس الطينية، كانت عندي 200 مدرسة طينية. الآن كم مدرسة طينية؟ ها؟ الآن كم مدرسة طينية؟ الآن قليل جدا. إيش قلت؟ البعض من هنا 100 مدرسة طينية، 50 مدرسة طينية. لا أقل، لأنه أقل من 50. لأنه وزارة التربية انطتنا بحدود 100. بس بالصف الواحد 70 طالب، والمدرسة الواحدة 3 شفتات. ما كامل أخويا، أنا هسه عندي مدارس، أستاذ علي، عندي مدارس قلت لك واقفة على 70 و80 مليون، وبها واقفة على 60 مليون. ماكو أموال لتكملتها. ماكو أموال، غير تجيني أنا من الدولة تجيني. في موضوع الآخر اللي تكلمت عليه سيد أحمد، تريد تقول ماكو فساد في صلاح الدين؟ لا لا، شوف خلاص، من ما أطلع لك المشروع مليارات 27-29 مليار انت يا أهل يا صلاح الدين، ماكو فساد بمشاريعكم؟ لا لا لا، أكو شوية هيك يعني تلكؤات بسيطة. لا ننطي صورة سيئة للوضع حقيقة. هذا هاي مو صورتي، أرجو أنه تفهمني. أنا وياك، أنا فقط أرجو أنه تفهمني. هيئة النزاهة من البداية كانت عندها هذه المعلومات، هذه المعلومات معلومات هيئة النزاهة، أرقام هيئة النزاهة، خلي تحاسب المسؤولين وهم يهمك كل شيء معلوم. أنا قلت لك اليوم أنا عندي لجنة ثلاثية بأمر ديواني وليس بأمري، وهي المحاسبة مسؤولية مشتركة. لا من أجل لا عفوا، أنا اليوم أخي، أنا اليوم جتني من هيئة النزاهة 222 مشروع. عن واجب مجلس محافظة صلاح الدين، أقول لك من صميم واجبكم المراقبة والمحاسبة والإقالة وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة. أقول لك اليوم أنا جاني أمر ديواني لجنة ثلاثية، أنا والنزاهة والرقابة المالية ندقق 222 مشروع، هذا اللي تتكلم عليه في التقرير، ندقق ونطلع كشوفات أسبوعيا مشروع. البعض منه صح بسبب اللجان والمهندسين، والبعض منها عدم المتابعة، صار بها إنذارات، صار بها فسخ عقود، صار بها سحب عمل من اللجان، صار بها بعض منهم توجيه وحث وتأخذ تعهدات بإنشاء هذه. ذني موجود، لا تقول لي ما موجود محاسبة، لا موجودة لجنة ثلاثية، مجلس المحافظة، هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية لتدقيق هذه اللي أقول عليها. معاك، أكو لجنة ثلاثية وربما باكر عقب لجنة سداسية، وأكو هيئة النزاهة. نعم. وعمل مجلس المحافظة. بالنتيجة أنا أمام أرقام. نعم. أنا أمام هيئة نزاهة وبيان لها يتحدث عن فساد كارثي في محافظة صلاح الدين. خلت حاسب
هذا اتفقنا عليه. إذا أكو أرقام مذهلة مخيفة وفساد كارثي في محافظة صلاح الدين. لكن تقول لي مشاريع وهمية لا وجود لها أقول لك لا. هي تقول مو أنا أقول. هي تقول. خلي تطلعها. مشاريع على الأرض حبر على الورق. عندها لجنة ثلاثية تنتظر نتائج التحقيق للجنة الثلاثية. ما الحق تصير. أكو مشاريع متلكئة بسبب الفساد وأكو مشاريع متلكئة بسبب دخول داعش. لا قلة التخصيصات. أكو مشاريع. أكو مشاريع تلكئت بسبب قلة التخصيصات. اليوم داعش انتهى. أيه؟ مو هالشكل؟ نعم. لكن عندنا مشكلة ما زالت هي اقتصادية، أزمة اقتصادية، مشكلة اقتصادية. لماذا لم تنجح المحافظة؟ ولماذا لم ينجح مجلس المحافظة في جلب الاستثمارات إلى محافظة صلاح الدين؟ هذا المواطن في صلاح الدين يسأل هذا السؤال، يقول لك ما عندكم فلوس، جيب لي مستثمر يبني لي مستشفى، يبني لي مدرسة، يبني لي مول، يبني إلى آخره. أنت أكو مقولة عالمية، رأس المال جبان. ليش جبانه؟ هل أنت تتصور أن اليوم يجي مستثمر في ظل ظروف هذا البلد والفوضى اللي نعيشها؟ زين. يجي يحط أموال ويستثمر؟ المفروض الآن محافظة صلاح الدين تتمتع بوضع أمني جيد. اسمح لي، مو أنت أكو وضع أمني جيد؟ أكو مقابلها فوضى؟ أكو مقابلها كثرة سلاح؟ أكو مقابلها قلة قلة السيطرة على الوضع بشكل تام؟ يا مستثمر يجي اليوم تريده يشتغل. يعني البارحه محافظه فاتوا عليها بالاحاديات وش اسمه تجدسوا الفنت. منو فات عليه؟ مدير عام فاتوا عليه قبل اسبوع، مدير عام الصحه بالسلاح وفاتوا على مكتبه على هذا. وحده لا تضخ لي ما. لا لا سيد احمد، لا لا شوف فوضى. انا اليوم ايش فوضى؟ اي مدير عام؟ انا هو مدير عام الصحه. هو انا جايك من خلال هذا السؤال على هاي الفوضى. مدير عام الصحه منو فات له بالسلاح وليش؟ ناس يدعون انهم بالحشد لكن هم يدعون بالحشد. ليش؟ حقيقة خلاف مالي، خلاف مالي، خلاف طبعا لو تجي تمشي لي هاي، لو تعطيني اياها، لو انت هذا الشيء زين. مدير عام التربيه هدد وفاته عليه، هم الناس يدعون انهم بالحشد طبعا، وتم طردهم وتم اعتقالهم وتم زين. هاي الفوضى اليوم. انا اليوم وذيك المره، وذيك المره صار هجوم لا. لا. تجي اليوم لا، وذيك المره صار هجوم على مبنى المحافظه. تجي اليوم، تجي اليوم هالشكل. لا انت مسألتني على الاستثمار. انا اليوم في قطاع الاسكان، انا عندي في تكريت على مستوى قطاع الإسكان أفضل من كل بقية المناطق والمحافظات. لا عندي لا يقل عن 6 إلى 7 مجمعات سكنية تبنى وبها سلمت وبها هسة كانوا بها نازحين طلعناهم راح تسلم وبها، وبعد داعش الآن شركة رومانية دخلت في مدخل تكريت الآن دا تبني عمل. عندما تدخل تكريت تشوف العمل على في مدخل العوجة. هل اما في لماذا مجال لماذا حصل الصحة لماذا والصناعة حصل خليني اسالك سؤال. لماذا حصل الهجوم على مبنى المحافظه؟ العلاقه كانت ممتازه طيله السنوات السابقه بين مسؤولي المحافظه تصرف فردي. والحشد تصرف فردي. ايوه الان من جميع الاطراف معتقله داخل المحاسبه. هل هناك مكاتب لفصائل مسلح؟ طبعا موجوده مكاتب سياسيه. لا تحدث عن مكاتب سياسية تقوم بأدوار سياسية فقط. بحجة السياسة فاتحين هاي المقرات. شو يجي عليه يقول لك أنا مقر سياسي؟ شو يسوون هاي المقرات؟ شو يسوون هذه؟ قاعدة هناك. تسوي. تريد بسط نفوذها. شو تسوي؟ شلون نفوذها قايل؟ شلون لونه أحمر أخضر أصفر؟ هاي قوي ضيف. حقيقة وكحال موجودة لا زالت موجودة. هذه زين. هل هذه المكاتب تتحكم؟ فصائل حشود ومقرات والهذا لا كلها سحور. هل هذه المكاتب تتحكم بنوعية المستثمر ومن يدخل إلى طبعاً المحافظة ومن لا يدخل ومن يستثمر ونوعية الاستثمار وحجم الاستثمار موجودة وتضغط على المسؤولين وتبتز موجودة وعلى المدراء الدوائر عن طريق هذه المكاتب؟ موجود البعض منها والبعض منها طرد بسبب سوء التصرف من قبل قيادات عندما اتضحت الصورة اللي وضحناها لهم اعتقلوا بها. لا بس تقول بعدها موجودة. اي بعد لازال وبعدها تمارس هذا الدور وهذا العمل. لا زالوا اليوم محطات، ساحات وقوف السيارات، أي الباركنات مال الكلية جامعة تكريت، هاي كلها فيها تدخلات، كلها فيها تدخلات بقوة السلاح طبعاً، والسلاح خارج عن طبعاً سلطة الدولة ومعلومين وبلغنا عنهم. المن بلغتوا؟ حكينا يا رئيس وزراء زين، حكينا يا رئيس هيئة الحشد زين، حكينا يا نائب رئيس هيئة الحشد زين، حكينا ويا العمليات المشتركة ما خلينا أحد، ويا رئيس برلمان السابقين والحاليين ما خلينا واحد. آخر لقاء مع رئيس الوزراء حكينا هذا الكلام معه قبل الآن 3 أيام، كنت في اجتماع مع الحاج أبو مهدي المهندس وتكلمت معه في هذا الكلام من رجل حقيقة مع هيئة الحشد وكان قيادة القاعدين. هذه أنا لا أقول إنه الحشد ديكم، لا، بعض العناصر السيئة عبارة عن جروبات عصابات تحاول باسم فلان وباسم فلان
تبلغ تقوم بعملية الابتزاز. أي أسماء ترفع؟ ها؟ أي أسماء ترفع؟ طيتاني طينا ثلاثة أسماء أربعة، اثنين منهم راحوا، بقى واحد. بقى واحد اسمه أحمد كابريتي. أحمد كابريتي. إيه طبعًا. شنو هذا؟ مشهور بتكريت. من بغداد ويا فصيل. صاحب نفوذ. طبعًا. وما أحد يقدر. ماخذ ساحات وما أخذ هذا وتوهذا الشيء. واقع حال انا اقول لك لا هي ما اخذ الساحات سهله لا انا عندي معلومات اكد اياها او انفي لي اياها هذه بالاضافه الى تهريب النفط اللي كان لكن عولج هل هذه المكاتب لا هل هذه المكاتب لديها سلطه على محطات تعبئه الوقود وعلى المصافي في صلاح الدين وتقوم بتهريب النفط مره عبر كركوك ومره الى الجنوب في البصره لا كله عبر القياره وعلى الشمال كله على الشمال مني والسياره في هلقت تنباع بايش سيارتها تنباع والله يبيعوها رخيصة ب 35 ورقة 3500 دولار واللي يوديها إلى الشمال يبيعها ب 10 ب 12000 و 13000 دولار وبالتالي جهة تسلم الجهة لكن حقيقة بعد أن إجانا نائب قائد عمليات الحشد المحور حج أبو نورس إجي إلى قاطع بيجي حقيقة قضى على عمليات التهريب مع مصادمات مع بعض المسلحين مسلح طبعاً أخرجهم كلهم طردهم وكان سبب تأخير عودة الصينية هو تهريب النفط من الصينية لكن بعد أن أجوا وغيروا القيادة حاربوهم وطردوهم وحتى طلعوهم من خارج قاطع صلاح الدين هل ما زلت قيادة الحشد حقيقة مشكورة على هذا العمل اللي قامت به بهذا أنت لا تكسر وتجبر مرة تقول هم مكاتب تابعين لهم و... قلت لك مكاتب سياسية مكاتب سياسية من تابع لك مكاتب حشد قلت لك مكاتب سياسية تابع لحضرتك ها تابع لحضرتك طبعا اكو احزاب وكل احزاب ومن حقه يجي وفق القانون لكن هذه المكاتب لا تقوم بادوار سياسية تقوم بادوار مرة اقتصادية ومرة ابتزازية ومرة ميليشاوية قلت العربة هذا موجود هل تطالبون بإخراج الحشد الشعبي خارج المدن في صلاح الدين؟ طبعاً إحنا قررنا قرار مجلس محافظة صوتنا بالإجماع على إخراج من المدن ومسك المناطق اللي تهدد المحافظة وأمن البلد عندنا مناطق اليوم لا زال بها نحس أنه هنالك تهديد وبها تعرضات وبها تواجد لداعش فصار أنه يطلعون من المدن ويطلعون على الأطراف أنه يصير على خطوط الصد وتكلمنا بهذا الكلام وحتى من ضمن آلية النقاش مع الأخ نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعني أنه بالأحرى أنه قال أنا سوف أخرج هذه الحشود من منطقة صلاح الدين بعد التنسيق مع الدفاع والداخلية لتهيئة حقيقة أنا قلت له ما نقدر نطلع لأنه مو بصالح المحافظة في الوقت الحاضر لأنه بسبب قلة القطاعات العسكرية والتقصير أيضا من القائد العام للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم أنا اليوم قيادة عمليات صلاح الدين تحتاج إلى لواء واحد تسد هذه المنطقة وقيادة عمليات سامرة الحشد الشعبي اللي حرر صلاح الدين اللي يعطى تضحيات لا احنا ما قالين نطلع لا 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 كنتوا يا ولا زالت علاقتنا طيبة ومتينة وتفاهم عالي مثل جاك وروز بتايتانيك إذا مو يوميا إذا مو يوميا نتواصل فيما بيناتنا مع القادة الأمنية الميدانيين لكن هاي خروقات أنا ما أعبرها إنه هي هاي تمثل الحشد الشعبي أنا دائما أقول واضح ناس عبارة عن سلابة عصابشية خارجين بس من توصل أسمائهم إلى القيادة حقيقة تعيش يعتقلوهم وغيروهم ويصير تغيير حقيقة صار تغيير عندك بعد إضافة وآخر خلاص عندي الوقت يلا ما عندي بعد إذا عندك بعد إضافة لا ما عندي إضافة نورتنا السيد أحمد القيم رئيس مجلس عزيزي. محافظة صلاح الدين شكرا لحضورك عزيزي يا أهلا وسهلا حياك عودة إلى البصرة وإلى مشاكل البصرة التظاهرات الأخيرة اعتقال مجموعة من المتظاهرين ومجموعة من الصحفيين وإهانة البعض الآخر وضرب البعض الآخر كل هذا وأكثر مع السيد حامد حافظ الناشط المدني ينضم معنا عبر الأقمار من البصرة سيد حامد أهلا بك الاتصال جاهز مع السيد حامد حافظ سيد حامد أهلا بك تسمعني نعم أسمع يا أهلا ومرحبا ليش مستمرين بالتظاهرات سيد حامد ليش هاي التظاهرات الأخيرة
مسؤوليكم في محافظة البصرة، محافظكم يقول الأموال وصلت إلى البصرة وبدأنا بالمشاريع، وما معقولة بين يوم وليلة نفض كل المشاكل ونسوي مشاريع الماء وما يتعلق بشبكات المجاري وإلى آخره من المطالب الخدمية لأهل البصرة وإلى آخره من حل المشاكل وما يعانيه ابن البصرة. فليش هاي التظاهرات الأخيرة؟ الأمر يتطلب صبر. هاي هي أقوالهم، هاي هي تصريحاتهم. يعني كان سادي العزيز، السلام عليكم بداية. عفوا مالك تسمع؟ تفضل سيد حامد، أسمعك، صوت واضح. سيد حامد تسمعني؟ نعم تفضل. تفضل. نعم أسمع هسه الصوت واضح. نعم تحية طيبة لحضرتك. يا هلا ومرحبا. هاي الكلام اللي يقول به المحافظ هو مو جديد علينا، يعني هم المحافظين تعاقبوا على محافظة البصرة ودائما نسمع هذا الكلام انه طولنا مجال راح ننفذ لكم المشاريع واحنا نسكت ونصبر. هي محافظة البصرة من زمان تطلع هاي التظاهرات من سنة 2014 وعندنا جلسات معاهم وهم نفس الكلام يعيدون علينا، انطونا مجال، المشاريع تتطلب وقت. احنا بالنسبة لنا ناس اكاديميين نعرف انه المشروع ما ينفذ بسنة او سنتين، يراد له وقت، لكن المفروض اكو مصداقية بالشارع، المفروض المواطن البصري لما يطلع يشوف صحيح وانما 15 سنة مشروع ما يقدرون ينفذونه، شنو تسميها هاي؟ انت جاي تشوفهم استاذ العزيز يتعاركون في البرلمان على منصب وزير، شفتهم بالبرلمان تعاركوا على أزمة البصرة؟ يعني البصرة وصلت إلى مرحلة الهلاك بالتسمم، منو من عندهم تعارك؟ رئيس الوزراء عاف البرلمان مثل ما سوى هسه على مود البصرة؟ يعني احنا وصلنا الى مرحلة مأساوية، السموم اللي منتشرة بالجو، كل المشاكل موجودة بالبصرة ما شفناهم. خليني اسألك ما بين التظاهرتين او ما بين التظاهرات الاولى التي انطلقت قبل 3 اشهر وما بين هاي التظاهرات. المطالب واضحة، ورقة المطالب المقدمة من قبلكم لكل الجهات المختلفة واضحة، على رأسها مي حلو، مو هالشكل؟ كانت اكو حالات تسمم، اجى مي حلو المفترض تم اصلاح لبعض المحطات، وصل المي الحلو لبعض الاحياء، المفروض الان ماكو حالات تسمم، لو هذا كلام غلط، حالات التسمم مستمره والمي المسمم ما زال مستمر، ما زال حاضر في الاحياء وفي المنازل. الماء الملوث بعده موجود، يعني هو كلما في الامر انه بسبب الامطار تغير الماء الموجود، تعرف يعني زاد المنسوب، عدد الاطلاقات زادت اللي قادمه من غير محافظات، فتغير نوعا ما، لكن الماء المالح والماء المسمم موجود بعد. لا انا احكي عن محطات يعني تحليه، ما احكي عن اصلاح بعض المحطات اللي كانت خربانه، احكي عن انشاء محطات جديده. حصل هذا الشيء خلال هاي 3 اشهر؟ اكو تغيير؟ هذا سؤالي، اكو تغيير خلال هاي 3 اشهر لمستو؟ تغيير جدا بسيط، مو تغيير بالحجم المطلوب، يعني ما محافظه البصره ما بيها هسه ماي، يعني اذا تيجي تقول مثلا تم اصلاح حجوز 10% او 15% لا اكثر، ولا ما هاي الفتره كلها شنو اللي انجزوه؟ يعني شنو المحطات اللي صلحوها؟ ما معقوله هي البصره تريد ماي، ما ينجحون يحطون لنا محطة تحلية؟ كم سنة يعني يراد لهم حتى يحطون لنا محطة تحلية؟ محطات مو موجودة، ما يعرفون يدخلون الصيانة، يجيبون خبراء يدخلوا الصيانة وينتهي الموضوع. اليوم السياسيين بالعكس بدأوا يصعدون على أزمة البصرة، يعني تتوقع إذا صارت أزمة بالبصرة يشكلون لجان ثم اللجان ويزودون عدد الأعضاء في سبيل أن تصير أموال زايدة يصرفوا لهم نثرية، والله شنو احنا راح نحل مشاكل البصرة، ومشاكل البصرة باقي نفسها. أنا مع ذلك سيد حامد، مع ذلك هناك من يتهم هذه التظاهرات الأخيرة بأنها سياسية لصالح أطراف سياسية، قسم آخر يتهم التظاهرات الأخيرة بأنها خارجة على القانون ومخربة. من تسألهم ليش مخربة؟ يقول لك الهجوم على مقار الشركات النفطية، بالتحديد مقار شركة لوك أويل. انتوا شنو مشكلتكم ويا هاي الشركات؟ انتوا عندكم مشكلة مع المسؤولين، عندكم مشكلة مع هؤلاء المسؤولين بسبب الفساد، شنو مشكلتكم ويا الشركات النفطية؟ ما عندنا أي مشكلة، احنا بالبداية هاي الشركات النفطية من اجت أخذت الأراضي الزراعية،
اللي كانت عايشه بها هاي الناس، هاي الشباب الفلاحين عايشين بها. شنو اخذوها تقصد يعني؟ سلبوها اشتروها شنو؟ شلون اخذوها؟ لا اخذوها يعني الدونم 950,000 دونم، 950,000، واللي ما يبيع زين يقيمون عليه دعوة أو يجيبون عليه، يعني الدولة تأخذه، فمسألة بها ضغط. زين. أخذوا هواي أراضي زراعية، الماء يتجففوا للحقن، استخدموا الماء للحقن. زين. المفروض هم يعينون 80% من أبناء هاي المناطق. زين. لكن للأسف ما حصل هذا الموضوع، يعني مجرد الشركات القديمة أو الشركات الرئيسية اللي من تروح هسه تسألهم تلقى عندهم هاي التعيينات. زين. فعلا تقريبا واصل 81% أو 82%. أما المشكلة الشركات الثانوية اللي تعاقدت وياها الشركات نفسها، هنا تلقى أقل من 40% تعيين من محافظة البصرة، والباقين بالإضافة إلى من خارج المحافظة لو بنغاليين، يعني مو بس بنغالي، هندي، صيني، كوري، من غير محافظات، أكو بيهم محكومين بالسجون، كلها موجودة بهاي الحقول. يعني مو بس من غير محافظات. للمشكلة ابن المنطقة جاي يشوف، يعني جاي يشوف المنشآت اللي تطلع وحماية وياها تروح وترجع. تظاهراتكم مستمرة أو من غير دول. تظاهراتكم الأخيرة قوبلت بعنف، شفنا المرة اللي وقعوها هاي. نعم. المتظاهرة اللي وقعوها متظاهر يلتمون عليه 15 أو 20 واحد، وما أعرف هاي الثقافة شو وقت حنتخلص من عدها. وهاي رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء أمام أنظارك، متظاهر سلمي داير مدايرة 20 عنصر من القوات الأمنية، دق بوكسات وشلاليق وإهانة وانتهاك لكرامته، هل ما زال أكو معتقلين من المتظاهرين في السجون؟ تم الحديث عن إطلاق سراح 9 معتقلين، أكو بعد آخرين من زملائكم في السجن؟ نعم موجود معتقلين بهاي التظاهرة ومن التظاهرة السابقة موجود، وأكو عندنا ناس مطاردين عليهم دعاوي أيضا، يعني مطاردين لحد الآن ما انحلت قضايا. أكو معتقلين من التظاهرات السابقة لم يتم الإفراج عنهم، يعني صارت ثلاث شهور. أكو معتقلين من التظاهرات. نعم وشنو الحجج؟ الحجج انه دعوة شخصية، يعني تعرف شنو الدعوة الشخصية؟ يعني مقار الأحزاب اللي احترقت هي اللي شكلت دعوة عليهم. سموها هاي دعوة شخصية. اي يعني فباقي هذا بس ثلاث اشهر صار. يعني معناتها تم توجيه تهمة لهم ولا ربما يحاكمون في المستقبل. نعم هو لحد الآن بالسجن، يعني بنفس التهمة لحد الآن بالسجن، متهمت هاي الكتل أو هاي الأحزاب اللي احترقت مقارها، وجهوا لهم دعوة شخصية، فباقي هو بالسجن لحد الآن. وأكو بهم مطاردين أيضا صار لهم ثلاثة أشهر لحد الآن. يعني احنا حتى من قابلنا السيد عادل عبد المهدي، أنا كنت أحد الأعضاء اللي بالوفد اللي قابلنا، نعم، كان أول مطلب إنه هو أن تحل مسألة هؤلاء المعتقلين والمطاردين اللي صار لهم ثلاثة أشهر. حتى سويناها مسألة شلون، يعني مسألة عربية، انه احنا ما نشرب الشاي مالتك الا تحل لنا هاي القضية. وهو السيد عادل عبد المهدي قال شربوا شايكم، قال انا ابن الناصرية، انا ابن الحسكة، شربوا شايكم، القضية محلولة اعتبروها. هو فعلا من رجعنا اكو بعض الاشخاص خرجوا من الاعتقال، لكن اللي عليهم دعاوى قضائية لحد الان مطاردين، ولحد الان اكو بيهم موجودين بالسجون. سيد حامد بنص دقيقة أن الوقت حيخلص عندي، تفضل إذا عندك أي إضافة. أنا أقول الموجودين حاليا بالنسبة لأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ هم عاجزين عن إيجاد الحلول للبصرة، فأنا أتمنى من عندهم أن يستقيلون، أو الدولة تعيد انتخابات مجالس المحافظات، بلكي يجينا وجوه جديدة تقدر تحل لنا المشكلة. الموجودين حاليا أثبتوا عجزهم في إيجاد الحلول بالنسبة إلى محافظة البصرة، وما راح يكون واضح. سيد حامد حافظ الناشط المدني عبر الأقمار معنا من البصرة، شكرا جزيلا. على ذمة هيئة الحج والعمرة، ذب الدشداشة والقاط وروح للعمرة بالأقساط. بادرت هيئة الحج والعمرة إلى تسيير الرحلات عمرة، قالت إنها بالتقسيط المريح وبدون فوائد للموظفين وذويهم، ودعت المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة عن طريقها إلى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات. معنا هنا في الاستوديو السيد حسن فهد المتحدث الرسمي باسم هيئة الحج والعمرة. سيد حسن أهلا بك. أهلا بكم، شكرا لحضورك. يا أهلا مرحبا. شكرا لك. الله بالخير. الله بالخير. عمرة بالأقساط. نعم. مو هالشكل؟ نعم. بالتقسيط المريح وبلا فوائد. فوائد صحيح.
وضح لي أكثر تفاصيل هذا الموضوع. طبعا هيئة الحج والعمرة دائما حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين سواء في مجال الحج أو العمرة. فمن أجل تسهيل عملية الذهاب إلى العمرة، لأنه فرصة الحصول على الحج هي صعبة في هذا الوقت بسبب محدودية العدد التي تفرضه علينا السلطات السعودية. أما العمرة فهي مفتوحة لجميع المواطنين الراغبين بأدائها. فعلى هذا الأساس هيئة الحج والعمرة وفرت برامج متميزة ومتنوعة وبأسعار جيدة وبالتقسيط المريح لجميع من المواطنين الراغبين بالذهاب هذا إلى العمرة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. أها، أي موظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص؟ في القطاع الخاص بضمان راتبه وبأقساط مريحة جدا. على سبيل المثال مثلا، ايش قد التكلفة يعني سعر السفر ايش قد؟ لدينا برامج متنوعة، مثلا لدينا برنامج ب $750 زي. اي ما يعادل 900,000 دينار عراقي زين. عند تسليم القسط الشهري، عند تسليم المواطن جواز سفره يدفع القسط الاول مع جوازه اللي هو 100,000 دينار ويقسط باقي المبلغ على الأشهر بواقع 100,000 دينار. لدينا أيضا برنامج آخر بسعر 820,000 دينار يعني ما يعادل تقريبا 984,000، أهم 100,000 دينار بالشهر. القسط الأخير إذا أكو كسور في المبلغ يدفع مع القسط الأخير، تنضاف فوق 100,000. نعم. هاي للموظفين ولذويهم. للموظفين في القطاع العام وفي القطاع الخاص بضمان الراتب ولذويهم. من المقصود بذويهم يعني درجة القربة؟ عائلته. عائلته منه يعني الأم الأب الزوجة الزوجة الأخ الأولاد. إحنا ما عندنا مانع حتى إذا كان حتى إذا كان صديق، كان صديق بضمان دائرته، هو بضمان دائرته حتى على أي مصرف ويا أي مصرف تم التنسيق، يعني شلون يتم التسديد، وين أسدد هاي 100,000 الأقساط؟ ها، الدائرة المعنية تراجع هيئة الحج والعمرة وتحول مبالغها إلى هيئة الحج والعمرة عن طريق أي مصرف هي تتعامل معه، مثل المصرف العراقي للتجارة ومصرف الرافدين، ما عندنا أي مشكلة. ممتاز. بدأ العمل بهذا المشروع؟ احنا اعلنا عنه يمكن يوم امس. اي خلاص صار لكم ساعات من اعلنتوا عنه. انا قريت العنوان عمره بالتقسيط. احنا جاهزين هسه عمره بالتقسيط. بالضبط هسه الان الوزارات جاهزين بتصل. يعني مكاتبكم جاهزه لاستقبال المراجعين الراغبين بالتقسيط برامج. نعم بالضبط. ممتاز. هذا طبعا العرض حتى نكون واضحين. ايش يشمل هذا العرض؟ يشمل يعني شنو هاي 750 العرض الاول حدثني عنه $750. الفيزا. الفيزا. سعر التذكره. زين. النقل الداخلي هناك في الديار المقدسة، زيارة المزارات في المملكة العربية السعودية، السكن، السكن زين، الاطعام 3 وجبات. الاطعام 3 وجبات. ممتاز. تفاوت هسه راح تقولي ليش اكو تفاوت؟ اليوم عندنا برنامج 750. لا اكيد اكو فندق اربع نجوم، فندق خمس نجوم، قريب على الحرم، بعيد عن الحرم، والى حتى نكون واضحين اكثر. بعد فترة لا تستضيفني وتقولي انت اللي تحدثت بهذا الموضوع. هذا البرنامج لغاية 15 واحد، هاي الاسعار. ما بعد 15 واحد تعرف راح يصير العطلة الربيعية وراح يصير زخم على العمرة، بالتأكيد بزيادة. فأسعار التذكرة راح تتصاعد، فراح يكون برنامج جديد. زين، هاي التجربة ليش ما توسعوها لتشمل الحج أيضا؟ الحاج الشخص اللي مسجل عندكم ضمن الثلاث سنوات، مو قرعتكم الأخيرة 3 سنوات تشمل وظهرت القرعة. أيضا الشخص اللي حيذهب للحج يدفعها بالأقساط، وين المشكلة؟ احنا عاملين بهذا الموضوع مثلا عند بالتسجيل فقط. تكلفة الحج أكثر، أكبر طبعاً. مو أي مواطن يتحملها تكلفة الحج تختلف. فبالتالي وين الضير إذا همين بالتقسيط والمواطن اللي حيروح للحج يدفع 100,000 بالشهر لهيئة الحج والعمرة؟ مو تكلفة الحج كبيرة، يعني هو 4,950 كان العام الماضي. همين فلوسكم هواية مو قليلة. لا بالعكس، احنا للعلم احنا مؤسسة تمويل ذاتي، نعمل بنظام التمويل، لا نتقاضى أي منحة من الدولة ولا فلس واحد، نعتمد على أنفسنا في تمويل أنفسنا. وأيضا للعلم تكلفة الحج تتعاقدون مع أي شركات فيما يخص الفنادق، فيما يخص الأطعام، فيما يخص النقل الداخلي في السعودية؟ مع شركات سعودية. مع أصحاب البنايات مباشرة، ولا وسيط بيناتنا وبين أصحاب البنايات حتى لا تكون تكلفة بالسعر. عقد الأطعام الأخير بموسم الحج الأخير مع من كان وش قد تكلفة العقد كانت؟ لا احنا تعاقدنا بالاطعام مع عدة شركات وليس شركة مع واحدة. عدة شركات. ايش كان اجمالي كل العقود؟ لا تقريبا الوجبة الوحدة احنا نتعاقد على سعر الوجبة الوحدة، يعني تقريبا 45 ريال للوجبة الوحدة كانت. يعني ايش قد بالدينار؟ يعني هي ال $100 هو 375 دينار. يعني مبلغ جيد، مفروض وجبة دسمة.
كانت وجبتنا جدا جيدة. لا ما كانت هيك شيء. لا لا بالعكس. أنا شفت الفيديوهات اللي ظهرت في وقتها لبعض الحجاج. الفيديوهات تقصد مال البرتقال والموز؟ حتى مال الأكل غير صالح للاستهلاك البشري. أنا راح أوضح. هذا كلامهم غير صالح للاستهلاك البشري. سو كلامهم حق رد مكفول. يلا أكيد هو حضرتك موجود لكن بس أنقول لك الصورة. هذا كلام نشر في مواقع التواصل للاستهلاك البشري. هذا الطعام اللي يقدم. هذا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا كنت هناك رئيس البعثة الإعلامية اللي كانت موجودة معنا وكان مراسل قناة الشرقية موجود حاضر معنا. ذهبنا إلى المطابخ وذهبنا إلى الفنادق وإلى جميع الأماكن اللي هم طلبوها وحتى لهذا المكان اللي قالوا على أساس أكو فندق به مشكلة رحنا. سألنا معظم الحجاج وبحضر مراسلكم نفوا هذا الكلام هم نفي قاطع. وهاي الفيديوهات اللي ظهرت مو صحيحه يعني فيديوهات هي فيديوهات لاشخاص عراقيين موسم الحاج بالسعوديه ومن يقول هو بالسعوديه كانت واضحه كانوا مراسلين كانت واضحه وتحدثوا عن طعام غير صالح للاستهلاك البشري من حقك تنفي او من حقك تاكد لكن خوفنا على وجبات الاطعام الاخرى سواء لسفرات العمره او لموسم الحج القادم. اسمح لي فضلا عن هذا احنا عندنا اطباء يشرفون على عمليه طبخ الطعام للعراقيين وايضا عندنا طبيب امن غذائي اطباء بيطريين قصابين عراقيين طباخين عراقيين هؤلاء كلهم يشرفون على عمليه طبخ الطعام للحاج العراقي. المهم نرجع الى موضوع حتى اختم عمره بالتقسيط اكثر من برنامج الاسعار مختلفه حسب المواسم الان عندكم عروض من هذه العروض 750 اتناول هذا المثل $750 للشخص الواحد 100,000 بالشهر مو هالشكل؟ نعم انتم ايش قد مكلفتكم؟ هي مكلفتكم $750 احنا ما عندنا ارباح بها بدون ربح بدون ارباح بلا فوائد صحيح لا عاد شلون انتم تمولون نفسكم بنفسكم؟ عن اي طريقه تمولون نفسكم بنفسكم هيئه الحج والعمره؟ احنا؟ اي لدينا مشاريع اخرى شنو هي يعني مثلا ان شاء الله مصرف الناسك ان شاء الله تحت التاسيس هو للهيئه قانون يجيز لها استثمار اموال الحجاج بما يضمن كلف الحج، خفض كلف الحج استثمار اموال الحجاج بما يضمن التقليل من كلف الحج او الحفاظ عليها، اليوم تعرف الكلف في تصاعد يعني هذا السوق العالمي هو في تصاعد. وتستثمرون تستثمرون اموال الحجاج حاليا؟ لا بعدنا ما بدينا. بعدكم الان احنا المصرف تحت التاسيس. لا الان كيف تمول هيئه الحج والعمره؟ ما هي المشاريع التي تمول هيئه الحج والعمره؟ هو بالضبط من موضوع العمره احنا نمنح ايضا وهذه هذا جانب بس احنا عندنا العمره بدون فوائد وبالتقسيط. لدينا ايضا جانب اخر اللي هو نمنح اجازات للشركات ايضا نشرف على هذا الموضوع على عمليه العمره بسعر الاجازه؟ لا هي مو غاليه يعني اجورها رمزيه ولكن عند التقديم ايضا للحج اخذنا من كل مواطن بوقتها 25,000 دينار وهذه ايضا كانت حقيقه سابقه جميله قبل كنا ناخذ 3.5 ملايين كانت تكلف المواطن ذهابه وايابه وصرفه الان اختصرنا هذا الموضوع ب 25,000 دينار من هذه ال 25 يبقى هامش ربح بسيط جدا للهيئه. خليني اشكرك السيد حسن فهد الناطق الرسمي باسم هيئه الحج والعمره وأقول الله يساعدكم على فقركم الله يسعدكم أدعيكم بالغنى الحمد لله لا بالعكس احنا الآن أمورنا جيدة ونطمح على العال نطمح إن شاء الله أن نقدم خدمات أفضل شكرا في موسم الحج والعمرة شكرا جزيلا إن شاء الله. نورتنا الله يسعدك يا هلا مرحبا. اريد اعتب على الهيبه الكشخ بالقاط طب للبرلمان ومددوا الابصاط لا تصيح صبيح واحكي بالمعقول مو هيك السياسه ما تجي بعياط اعرف اخوز زلمه وانا اريد انخاك لا تحشش علينا وبطل التنباك شنو يعني وزاره قسم وخلاك قابل ورث اهلك وزعوا منطاك واريد اعتب على اللي ما اجا وياك مو كنتوا حبايب مثل روز وجاك يلمكم برلمان وكتلتك مولاك بس حسر العراق بين هذا وذاك تايه والمركب غرقانه. تحيه طيبه انا محدثكم علي عماد وتحيه من معد البرنامج حسين سعدون الى اللقاء.